أعظم مناقب الصالحين وأجل عطايا الله عز وجل لأوليائه المقربين، يجعل في قلوبهم الخوف من مقامه. يعلم أحدهم أنه اليوم أو غدا سيقف بين يدي الله فيرعوي عما يريده ويحجم عما يقصده، وتصغر الخطيئة أن يصل إليها، تعظم في عينيه فلا يأتيها، وتصغر فلا يبالي بها. والمعنى أن الشهوة مهما غلبت والرغبة مهما طغت والقدرة مهما كانت في اليد، يذهب ذلك كله خوفه من مقام الله جل وعلا. وقد عد الله عز وجل الخوف من مقامه أعظم مناقب عباده، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، وفي القرآن قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. رزقنا الله وإياكم.